Imaginez en 2000 et dans un pays exportateur de pétrole et de gaz, il existe encore des quartiers en Algérie sans dégoût. حي السلام هذا الريفي اللي مقابل المناج هو المناج كما راكم تشوفوا هذا الريفي اللي مقابله ماشي الى الابتدائيه اللي راهي منا هذا هو الحي هذا الحي تصدقوا في 2024 ما فيه روغار والناس سكنوه من 2014 هذا الحي ما فيه روغار كاينين ثلاثه روغارات اهو ثلاثه روغارات هو واحد والثاني لهي والثالث لهي هذو الروغارات حبسوا نهار اللي جابوهم لهنايا حبسوا وقعدت هذه الجهه كل ما فيهاش الروغارات هي ضروك ضروك معايا رئيس الحي هذا هو رئيس الحي الحي فيه 400 دار فايده 400 الناس يطالبوا من جهة الناس يطالبوا من جهة المعنية التدخل روك هذا الشيء ما يخليش الناس يربيوا بدري من شدة الرائحة ومن الناموس الناموس يجيب الأمراض وبيركة ماهيش البيركة الوحيدة اللي هنايا ثاني ثلاثة بيركات من هذه الجهة هذه الجهة ما فيها رادار وكاين هذا اللي يستخدم روك الناس ولاو يحفظوا